مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا حلقه الليله من شوبز. ابرز الاخبار الفنيه المحليه والعالميه رح نتابعها سوا بحلقتنا لليله، وايضا رح نقدم لكم تقرير عن الممثلين الاتراك واتقانهم للغات الاجنبيه. نبدا حلقتنا مثل العاده مع العناوين. امل عرفه تعود للشاشه الصغيره بعد غياب. ابجديه الابوه افضل فيلم اماراتي بمهرجان ابو ظبي السينمائي. النجوم الأتراك كم لغة يجيدون؟ ما الرابط بين الممثل دانيال رادكليف والعداء الأولمبي السابق سيباستيان كو؟ مين واسى أحمد عز بوفاة والده؟ شو قال جورج كلوني حول التقارير اللي بتتحدث عن مواعدته عددا من النساء؟ الاعتداء على المصمم عبد محفوظ. نبدأ حلقتنا لليلة مع أول تقرير شارك فيلم إلا خمسة للمخرج علي عبد الخالق بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وهالفيلم أنتج بالعام 2011 لكنه لم يعرض حتى هلأ بالصالات السينمائية. شو هي الأسباب؟ بنعرف سوا بهالتقرير. والقدر هو اللي بيسيطر على حياتنا. لو كانت إلا خمسة، لو قدرت ارجع معي خمس دقايق بس. وفي قصة تانية إلا خمسة. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عرضت الدورة 29 من مهرجان الأسكندرية السينمائي فيلم إلا خمسة، اللي تم الانتهاء من تصويره سنة 2011 ولم يعرض في السينما حتى الآن. الفيلم من تأليف وإخراج هشام علي عبد الخالق والإنتاج لعادل حسني، والبطولة النسمة ممدوح وعزة أبو عوف ورجاء الجداوي وأحمد عبد الخالق وعمر زهران. الفيلم يدور حول عائلة أرستقراطية عادت من أمريكا، وبعد عودتها يقع أحد أفرادها في غرام زميلة الدراسة وهي فتاة فقيرة جدا، إلا أن والدته تقف أمام هذا الحب وترفض زواجه منها. أنا بعمل شروق في فيلم إلا خمسة من تأليف وإخراج هشام علي عبد الخالق ابن المخرج الكبير علي عبد الخالق، وفي الحقيقة دوري شروق دوت كان مفروض فيه نجمة كبيرة هتاخده، بس لظروف ما برضو جابوني على الهوا في الفيلم، وهي شخصية مركبة وصعبة جدا. أول مرة أعمل النوعية دي من الأدوار، وأي واحدة ممثلة نفسها تبقى نجمة لازم تعمل النوعية دي، لأنها شخصية مركبة وفيها أحاسيس ومشاعر وعياط وإنهيارات، فكنت محتاجة أعمل كده علشان ممكن حد يقولك بنت شكلها حلو بس ما بتعرفش تمثل، فكنت محتاجة أعمل دور فيه مساحة من التمثيل وفيه مساحة من المشاعر. وهي طالعة فلاحة وبتعزف ناي، وفي مرحلتين، مرحلة وهي صغيرة ومرحلة لما بتكبر، وعندها نفسي وعاطفي، فبتخرجوا بقى من خلال الأحداث اللي بتحصل في الفيلم لغاية لما بتنهار خالص. وفجأة فجأة افترقنا، ويا ريت الخلاف بينا والناس غدرت بينا. بلعب دور أمجد، هو مصري أمريكاني كان عايش في أمريكا، وباباه عشان يحببه في القعد في مصر عمل له بيزنس هنا كبير، وبيحصل له حدث كبير جدا. هو الفيلم مبدئيا احنا بنلعب في قصتين، كل الفرق بين قصة وقصة خمس دقايق، فانت بتشوف مشهد ده جديد في السينما المصريه جدا، ان انت بتشوف مشهد من القصه دي وبتشوف مشهد من القصه دي، ولو ما حضرتش الفيلم من اوله مش هتفهم الفيلم ماشي على ايه او مبني على ايه. بالنسبه لي انا حاجه جميله جدا ان انا اخش مهرجان اسكندريه، ده في مشواري الفني يعني حاجه كويسه. يا رب لجنه التحكيم تقدر تديني التعب اللي انا تعبته في الفيلم. مال صوتك قول لي فيه ايه؟ ما تقلقنيش. ايه انت بتقول ايه؟ فكرة القدر والوقت دي فكرة عجبتني قوي. عجبني اكتر في الموضوع انه الممثلين معظمهم شباب،
ودي شيء يعني ده مفتاح السر بالنسبه لي في اي حاجه فيها شباب صغير، بتحس ان فيه بيتولد حماس جواك لطيف. كمان هشام الحقيقه كنت متاكد ان عنده قدره على الكنترول على اداء الممثلين، يطمنك انك تخوض تجربه شبه كده. يعني عندك انا عندك حق، الراجل ده شكله مريب جدا. انا مقبوض عليا من احنا لازم نعرف الراجل ده راح فين، وانت بقى هتفضل هنا لغايه ما يظهر. انا هحكي لست كل حاجه. شروق دي كانت الحب الوحيد في حياه امجد. فيلم كمان بيحاول مش يقول حل، يعني بيقول بقى بما ان القدر شيء صعب جدا التنبؤ بيه، فهو الامل الوحيد في انك انت تتمسك بالفرصه، انه لما يبقى قدامك قرار تختار القرار اللي بيعبر عن عقلك وقلبك في ان واحد بدون تردد، لانه تقلبات القدر غير محسوبه. فالفكره كانت شداني قوي، كنت حابب ان احنا نعملها كتجربه جديده، قصتين بيمشوا في نفس الوقت. فطبعا ما كانش في يعني وسيله لتنفيذ فكره غريبه شويه كده الا انها تتنفذ عن طريق السينما المستقله او الافلام اللو بادجت بشكل اخر، يعني بحيث ان ما يبقاش في مخاطره كبيره يعني، وبوجوه جديده مثلوا طبعا لكن يعني ما عملوش ادوار بطوله. فكانت التركيبه على بعض هي اللي شدتني ان انا اعملها، وهي اللي مشيت في خطي. وحكايتنا زي حكايات الاحبة، لا دموع ولا غصام يفرق قلوبنا، ولو اقابله تاني صدفة اغني الحكاية اغنيها من اولها. مش لاقي حقك، كنت اتمنى انها ترجع وتبقى لنا خمسة. شو الرابط بين الممثل دانيال راتكليف والعداء الأولمبي السابق سيباستيان كو؟ الجواب منشوفه سوا. النجم دانيال راتكليف وقع على لاعب دور العداء الأولمبي السابق سيباستيان كو، وذلك في فيلم سينمائي ضخم. الممثل ابن 24 سيلعب دور الرياضي الإنجليزي في فيلم بعنوان جولد، شارك في كتابته كاتب سلامدوغ مليونير سايمون بوفور. راتكليف سيتعاون مجددا مع المخرج جيمس واتكنز الذي عمل معه في فيلم الرعب The Woman in Black. جولد سيحكي قصة كو وكيف تنافس مع زميله البريطاني العداء ستيف أوفيت إلى أن وصل إلى الألعاب الأولمبية عام 80. دانيال ينتظر ليعرف من سيشاركه البطولة في الفيلم الذي من المقرر أن يبدأ تصويره شهر أبريل المقبل في كل من بريطانيا وروسيا. في غضون ذلك يمكن مشاهدة راتكليف في الموسم الثاني من مسلسل A Young Doctor's Notebook الذي سيعرض على الشاشة الصغيرة. بعد غيابها الكامل بالموسم الدرامي الرمضاني السابق، بتعود الفنانة السورية أمل عرفة هالعام عبر الجزء الثاني من مسلسل صرخة روح، يلي بيحمل موضوع مختلف بكل 5 حلقات منه، والعمل من كتابة مجموعة من الكتاب السوريين بيخرجوا إياد نحاس. ورح تصور عرفة خماسيتها بمدينة دمشق، وبيتحدث مسلسل صرخة روح عن الخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة والشك، وبيشارك ببطولته عدد من الفنانين، بذكر منه عبد المنعم عمايري، مرح جبر، معتصم النهار، لينا دياب، وحلا رجب. تعرض متجر مصمم الأزياء اللبناني عبد محفوظ الواقع بمنطقة سوليدار للتكسير، وفورا أبلغ محفوظ شعبة المعلومات والقوى الأمنية عن الحادثة خوفا من أن تكون استهداف شخصي. وبعد التحقيقات تبين أنه 10 محلات مجاورة تعرضت للاعتداء بالطريقة نفسها، وبالتفاصيل أنه جيب أسود اللون يقل مجموعة من الشباب عمدوا لاستعمال أدوات وألعاب للأطفال وضربوها على وجهات المحال الزجاجية، مما أدى تحطم عدد من. شو هي آخر أخبار مهرجان أبو ظبي السينمائي ولمين راحت الجوائز؟ من تابع سوا. أعلنت إدارة الدورة السابعة لمهرجان أبو ظبي السينمائي فوز الفيلم الإماراتي أبجدية الأبوة للمخرج حمد منصور العور بجائزة أفضل فيلم إماراتي ضمن المسابقة التي تحمل اسم الجائزة، كما حصد الفيلم أيضا جائزة لجنة التحكيم الخاصة. ها؟
تدور قصة فيلم أبجدية الأبوة حول تغيير نمط حياة ثنائي عند قدوم مولودهما الأول، فتتحمل الأم العناية الكاملة بالطفل ليلاً نهاراً بينما زوجها يعمل نهاراً وينام ليلاً. وبعد عدة أسابيع تقرر الأم الخروج بمفردها لوقت قصير، ليتفاجأ الأب بأنه سيكون وحيداً مع ابنه لأول مرة. عندها سيتعلم أبجديات الأبوة. كما أعلن المهرجان فوز فيلم بدون للمخرج إبراهيم محمد بجائزة أفضل فيلم ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وحصل فيلم لا أفهم للمخرجة نورة أزروني على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة للطلاب والبالغة 20,000 درهم. وفاز فيلم إطعام 500 للمخرج رافد الحارثي بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما حصد فيلم وهقة جائزة أفضل فيلم وثائقي للطلاب. It's a destiny. It's God's decision to go there and do it. They have no food. If I stop, there is no food for them. When I get my salary, straight away I go to the fish market, I pay the money. Almost 4,000 dirham I pay in the fish market every month. والله العظيم انا ابو خشبه. شو انت حرامي؟ I think I'm doing the right thing. I'm not believing. I'm not a crazy man. I don't sleep, I don't eat, I don't drink. I spend 99% of my salary for them. Here there is a person. He will say always, والله لازم جنة، والله لازم جنة. They are thinking I already avoided my family. He said a lot of fear has gone. You didn't come. Think I'm doing a right thing. I'm not believing. I'm not a crazy man. That is my life, and my life is a clear example in front of your people. بينما حصد فيلم وهقة جائزة أفضل فيلم وثائقي للطلاب، وحصل فيلم اليقين على جائزة أفضل فيلم روائي قصير ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة التي يترأسها السوري محمد ملص، وشاركت في عضويتها المخرجة المصرية هالة خليل. واستطاع فيلم رغم أني أعرف أن النهر جاف الفوز بجائزة أفضل فيلم في الوطن العربي. بعد الفاصل، هل ما زال فيلم جرافيتي متصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر عالمياً للأسبوع الرابع على التوالي؟ لحظات قليلة ومنرجع لمتابعة حلقة الليلة من شوبيز، ما تروحوا بعيد. نفى الفنان عمرو سعد علمه بما يتردد عن إنتاج جزء تاني من مسلسل شارع عبد العزيز يلي قام ببطولة الجزء الأول منه عام 2011، وأضاف سعد أنه ما بيعرف شيء عن موضوع المسلسل ولم يعرض عليه حتى الآن، واصفا ما يتردد عن اعتذاره عن قبول الجزء التاني من المسلسل بأنه شائع.
أكدت المطربة سوما أنها عم بتواصل حاليا تحضير لألبومها الغنائي الجديد مع المنتج نصر محروس، مشيرة إلى أنه الألبوم رح يتضمن 12 أغنية بتتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموهوبين مثل محمد رحيم ومحمد يحيى، بالإضافة إلى عدد من الشعراء والملحنين الجدد، حيث أوضحت سوما أنها حرصت على جمع بين أكثر من جيل بألبومها، وأعلنت عن رغبتها بطرح العمل مطلع العام الجديد. هل مازال فيلم جرافيتي متصدر المرتبة الأولى على شباك التذاكر عالميا للأسبوع الرابع على التوالي؟ نكتشف المراتب العشرة الأولى. بالمرتبة العاشرة دخل فيلم Now You See Me، حيث حصد 5.6 مليون دولار. Your bank was the distraction while they set up the real trick. I was a $140 million distraction. Who doesn't love a good magic trick? FBI! Hands where I can see him. I don't think I heard you correctly. Did you say magicians robbed the bank? You are going to be played. You have what we in the business like to call nothing up your sleeve. Because if you did it... وتراجع فيلم ستالينغراد إلى المرتبة التاسعة مع 5.7 مليون دولار. تراجع فيلم Insidious Chapter 2 إلى المرتبة الثامنة مع 6.5 مليون دولار. There's something wrong with Daddy, Mom. والتراجع كان أيضا من نصيب The Wolverine يلي احتل المرتبة السابعة مع 6.7 مليون دولار. I'm not ready to die. You're bleeding. Just keep moving. I'm not healing. She did this to me. This flesh is weak now. Hey! وتمكن فيلم Escape Plan من الاحتفاظ بالمرتبة السادسة بعد أن جمع 7 مليون دولار. You got a runner. Put your hands in the air now! Showtime. Ray Breslin is able to break out of any prison designed by man. We're testing a prototype facility to deal with people no government wants on their books. The people financing this need to know these facilities are escape-proof. Contact on site. The warden's name is Roger Marsh. When do we start? We just did. Welcome to your new home. I'm Warden Hobbs. Hobbs. Where's Warden Marsh? There is no Warden Marsh. ودخل فيلم جاك أس بريزنتس باد جراندبا مباشرة بالمرتبة الخامسة مع 8.1 مليون دولار. Nothing. Oh! Oh! Ah! I'm hungry. Follow my lead. Where'd you? You're gonna take that child away from me. I'm sorry. You are sorry. You're sorry as hell. You're very pretty when you're mad. You're pissing me off. Thank you for being here today. Oh my God. What's your stripper stage name? I look like a stripper. I'll just call you Cinnamon. Wanna have some fun? Yeah.
You're a pretty little girl. You got it? One of these girls is a grandpa. Is that weird? We just never seen it, so it's different. دخل أيضا فيلم كابتن فيليبس مباشرة بالمرتبة الرابعة بعد أن حصد 12.1 مليون دولار. Listen up. We have been boarded by armed pirates. If they find you, remember, you know the ship. They don't. Stick together, and we'll be all right. One minute, I will kill all your friends. If you're gonna shoot somebody, shoot me. Relax. Everything gonna be okay. Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. وتراجع فيلم توربو إلى المرتبة الثالثة مع 14.2 مليون دولار. What's happening to me? A little far from home, aren't you? Garden snail. وعاد الفيلم الكرتوني كلاودي وذ تشانس اوف ميت بولز 2 الى المرتبه الثانيه مع 17.9 مليون دولار. I can't believe my machine created all of this. It's enough to make a grown man cry. Are those chimpanzees? Butter. Look, mosquitoes. Perfect. Oh, what's that over there? That's just a tomato. وللأسبوع الرابع على التوالي تمكن فيلم جرافيتي من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي حاصد مبلغ 36.6 مليون دولار. GPS is down. It's down. Give me a visual. I told you nothing. I see nothing. You have a visual of Explorer. No. You have a visual of ISS. No. You need to focus. Anything. The sun and the earth. Give me coordinates. I can't breathe. Give me coordinates. You're burning oxygen. You have to sip, not gulp. So where's home, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I had a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. شو هو الحدث السعيد يلي عم تنتظره الممثلة كيري واشنطن؟ الجواب من تابعه سوا. الممثلة كيري واشنطن تنتظر مولودها الأول من زوجها الجديد نامدي أسوموغا. كيري تزوجت من لاعب كرة القدم الأمريكي هذا الصيف ولم تضيع الوقت للبدء في تأسيس عائلة. وفقاً لمصدر فهي حامل منذ 4 أشهر وبدأت تأخذ حذرها وترتدي الملابس الواسعة والفضفاضة. ويقال أيضاً إنها تشرب الشاي وخلطات البروتين لتتخلص من غثيان الصباح. من المتوقع أن تكمل واشنطن عملها التمثيلي حتى آخر السنة، وهي حالياً منشغلة بمسلسل سكاندل الذي تلعب فيه دور أوليفيا فوب وهي مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض.
بعد الفاصل، مين من المشاهير من مواليد 6 نوفمبر؟ والنجوم الأتراك يتحدثون أكثر من لغة. دقائق قليلة مع الإعلان ومنرجع لمتابعة حلقة الليلة من شوبز، خليكن معنا. جاستن تيمبرليك بيمثل تحت إدارة المخرج سبايك لي، مارك وولبرغ بينتج فيلم جديد، وداستن هوفمان بيعود للشاشة الكبيرة. منتابع. إليكم آخر أخبار الأفلام في موفي مانش راوند أب. تأكد تولي سبايك لي إخراج الفيلم الواقعي المقبل سبينينج جولد من بطولة جاستن تيمبرليك. لي سيخرج الفيلم الذي يجسد فيه جاستن شخصية نيل بوغارت، المتعهد المضطرب والملفت الذي أسس شركة كاسابلانكا ريكوردز الهامة عام 70. اختير مارك وولبرغ لإنتاج ذا رومان، وهو فيلم ملحمي عن وصول يوليوس قيصر للسلطة. وفقا لمصدر، سيكون الفيلم مشابها من حيث الأسلوب لفيلم بات مان بيجينز، وسيساعد مارك في إيجاد المخرج المناسب خلال الأشهر المقبلة. وأخيرا، سيمثل داستن هوفمان وكاثي بيتس في فيلم غير ضخم بعنوان بوي كواير. سيلعب هوفمان دور الرئيس كورس على علاقة معقدة بصبي عمره 11 عاما، بينما تلعب بيتس دور مديرة مدرسة. ألفريد مونينا سيكون أيضا في الفيلم. إتقان اللغات للمشاهير بيعطيهم فرصة أكبر للانتشار، والنجوم الأتراك حققوا شهرة واسعة بأكثر من 70 دولة. فشو هي اللغات يلي بيتقنها هؤلاء النجوم؟ إتقان المشاهير للغات الأجنبية يتيح لهم فرصاً أكبر للنجاح والعالمية. ونجوم الدراما التركية هم بعض هؤلاء المشاهير الذين حققوا شعبية هائلة في أكثر من 70 دولة حول العالم. فمن من نجوم تركيا يتقن ويجيد اللغات الأجنبية أكثر من زملائه؟ الممثلة التركية فخرية أفجين، الشهيرة بنجلاء في الأوراق المتساقطة، تكتب وتتحدث اللغة الألمانية بطلاقة كما لغتها التركية. بحكم ولادتها في ألمانيا، ما سهل عليها المشاركة في كثير من الأفلام الأجنبية قبل أن تحقق الشهرة في تركيا. الممثلة التركية سلمى أرجانش، الشهيرة بالسلطانة خديجة في حريم السلطان، هي نصف ألمانية مثل زميلتها مريم أوزيرلي، لذا هي تتقن اللغة الألمانية كلغتها الأم التركية. الممثل التركي كيفان شتاتليتوغ الشهير بمهند والحالم منذ إطلاقته الأولى بالعالمية، التقى بأمريكا بالمخرج العالمي جيمس كاميرون لتهنئته بنجاح فيلمه الثلاثي الأبعاد أفاتار، حيث تحدث معه عن طموحاته الفنية في هوليوود. ومثله أحبت حبيبته السابقة ملكة جمال العالم الممثلة أزرا أكين الشهيرة بأيلول بموسم المطر، اللغة الإنجليزية ضرورية لها كفتاة تحلم بالفوز بلقب جمالي عالمي، فدرستها وأتقنتها خلال عيشها مع أسرتها في هولندا لعدة سنوات قبل أن تنقلهم ما بين تركيا وكوبا وحصولها على تاج ملكة جمال العالم عام 2002. منذ طفولته عشق الممثل التركي جانسيل إلتشين الشهير بمراد في بائعة الورد بباريس، ولهذا سافر إليها للدراسة الجامعية وتعلم لغتها، فصار يتحدث ويكتب اللغة الفرنسية بطلاقة بحكم إقامته فيها لسنوات طويلة. أثارت الممثلة فيليز أحمد الشهيرة بفريال خانوم بحريم السلطان الإعجاب بحبها الكبير للغات وسرعة تعلمها لها، فهي تجيد اللغة المقدونية بحكم ولادتها في مقدونيا وإقامتها سنوات طويلة مع عائلتها هناك، وإليها انتقلت خلال تصويرها دور في مسلسل حريم السلطان. كذلك تتقن فيليز اللغات الصربية والبرتغالية والسويدية، لكن المفارقة أن فيليز لا تتقن لغتها التركية الأم بسبب إقامتها خارج تركيا لمدة طويلة. والدة الفنانة الشابة هازال كايا الشهيرة بفريحة حرصت على أن تنال ابنتها أفضل التعليم،
فأدخلتها المدرسة الثانوية الإيطالية في إسطنبول. بعد تخرجه من الثانوية الإيطالية ظل الممثل محمد جنسور الشهير بالأمير مصطفى في حريم السلطان يحلم بزيارة إيطاليا والتجوال فيها، فسافر منذ سنوات إليها حيث أدى أدواراً ثانوية عديدة في السينما الإيطالية ما سمح له بإتقان اللغة الوطنية، ولينتهي به الأمر إلى الزواج بامرأة إيطالية. وأخيراً ما تزال الممثلة التركية نصف الألمانية من جهة الأم مريم أوزيرلي تعتبر اللغة الألمانية هي لغتها الأم الأولى بحكم ولادتها ونشأتها في ألمانيا مع عائلتها قبل أن تعود لتعلم لغتها القومية التركية لاحقاً خلال إقامتها في إسطنبول بهدف المشاركة في مسلسلها التاريخي حريم السلطان. مين من المشاهير عم بيحتفل اليوم السادس من نوفمبر بعيد ميلاده؟ Leanne, can you hear me? Are you okay? Have they hurt you? منقول هابي بيرثدي للممثل الأمريكي إيثان هوك يلي شاهدناه مؤخراً بفيلم جاروي واللي بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 43. هابي بيرثدي أيضاً للممثلة الأمريكية إما ستون يلي ترشحت عام 2011 لجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة عن دورة بفيلم إيزي إي واللي بتطفي اليوم شمعتها 25. تحتفل أيضاً الممثلة الإنجليزية تاندي نيوتن بعيد ميلادها 41 وهي اللي فازت عام 2006 بجائزة بافتا كأفضل ممثلة بدور مساعد عن فيلم كراش. اليوم هو أيضاً عيد ميلاد الممثلة سالي فيلد الفايزة بجائزة أوسكار كأفضل ممثلة عام 1980 عن دورة بفيلم نورما ري وعام 1985 عن دورة بفيلم Places in the Heart. تحتفل سالي فيلد اليوم بعيد ميلادها 67. كما بيحتفل المخرج الألماني الأصل مايك نيكلز بعيده 82 وهو الفائز عام 1968 بجائزة أوسكار كأفضل مخرج عن فيلمه The Graduate. بعد الفاصل شو قال جورج كلوني حول التقارير اللي بتتحدث عن مواعدته عددا من النساء. بريك إعلان صغير بنرجع من بعده لمتابعة شوبز ما تروحوا بعيد. مرة جديدة برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا حلقة شوبيز لليلة. شو قال جورج كلوني حول التقارير يلي عم تتحدث عن مواعدته عدد من النساء؟ جواب من تابعوا سوا. انتقدت جورج كلوني التقارير الأخيرة التي تدعي أنه يواعد عدداً من النساء منذ افتراقه عن ستيسي كايبلر. في حديث إلى بيبول ماجازين قال النجم الهوليودي إنه سمع ثلاث قصص مختلفة خلال ثلاثة أسابيع وهي عن ثلاث نساء مختلفات وهذا يجعله بطلاً رومانسياً، ولكنه يقول إن كل تلك القصص ملفقة وهو يشعر بالأسف تجاه إحداهن وهي كيتي هولمز ويعتبر أن على الصحافة تركها وشأنها. يقول جورج إنه في كل مناسبة كان يتناول العشاء مع السيدة المعنية ضمن مجموعة أشخاص وذلك ليبعد الشبهات ويضلل الصحافة. أنهى كلوني مؤخراً العمل على آخر أفلامه وكان المخرج والممثل وهو فيلم The Monuments Man بالاشتراك مع مات ديمون وبيل مارن. حضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة لمسجد الشربتلي لمواساة النجم أحمد عز بوفاة والده، وبالتقرير التالي أجواء العزاء.
عزاء والد الفنان أحمد عز بمسجد الشربطلي بالتجمع الخامس في حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء للفنان أحمد عز في وفاة والده التي جاءت بعد وعكة صحية شديدة تعرض لها وتم نقله على إثرها للمستشفى التي توفى فيها. بقى لله وحده وإن لله وإن إليه راجعون وربنا يصبره وإحنا زملاء وإخوات ودائما بنحس ببعض وأي حاجة إحنا كلنا موجودين. ربنا قويك قلبي ولبنا كلها معاك والدوام لله كلنا لها وربنا يجعل مثواه الجنة بإذن الله. الله يرحم والدك أحمد وشد حيلك. البقاء لله وربنا يرحم والده وربنا يجعل آخر الأحزان ويصبر هو وأهله كله إن شاء الله. البقاء لله، ما الموت ده علينا حق، كلنا هنموت، لكن هو يعني حصل له كذا مرة حوادث يعني كانت مش لذيذة، وبالذات والده كان تعبان في الفترة الأخيرة، فجاي أقف جنبه على أساس إنه يحس إن كلنا معاه إن شاء الله. ما في أصعب من هذه اللحظة. الأبشع إنه بنقول كلنا ليها وكلنا هنوصل للثانية دي، بس على قد ما نقول محدش يقدر يستوعب إنه هو هيعيش من غير أهله. يعني ربنا يخليهم فوق راسنا طول العمر، بس هي دي الحقيقة، وأكيد الخسارة ما بتتعوض وإحساسه ما حدا بيقدر يحسه، نحن جايين نقف حده، هيدا الواجب. البقاء لله وشد حيله، الأب بني آدم عزيز على كل الناس، وإن لله وإن إليه راجعون، وربنا يصبر ويصبر أهله كله. البقاء لله، وأنا عارفة هو متأثر قد إيه وإنسان حساس وصاحب واجب، وأنا ما أنساش إنه جه عزا أمي وكان زعلان على أمه جدا، وأنا واثقة إن هو دلوقتي طبعا زعلان على أبوه قوي، فربنا يصبر قلبه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله أبوه ويغفر له كل حاجة. وبقاء لله. البقاء لله ويشد حيله، وأنا عارف أحمد قدها إن شاء الله يعني. البقاء لله طبعا، وربنا يصبر أحمد ويجمعنا مع الألف خير إن شاء الله. البقاء لله. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، البركة فيه. ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة إن شاء الله. إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يصبره ويصبر أهله ويصبر أحمد. Cloudy with a Chance of Meatballs 2، فيلم كرتوني جمع حتى اليوم 150 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، علما أنه كلفة إنتاجه هي 78 مليون دولار، وأنه الجزء الأول منه جمع إيرادات أكثر وصلت ل 243 مليون دولار. فهل رح يتم إنتاج جزء ثالث منه؟ الجواب بالسنوات المقبلة، أما هلأ منتابع سوا بعض المشاهد. Flint? Sam, big news. I'm going back to Swallow Falls to destroy the Flintstoner, which is creating deadly food monsters which are trying to learn to swim so they can attack Lady Liberty! I'm coming. What? Wait! Sam, it's going to be deadly dangerous with a good chance of death. And that's why we'll need help. When we land at Swallow Falls, our first objective is to get to my lab. I can use my old computer to pinpoint the Flintstoner's location. Once we find it, we'll shut it down. Man ho! If we all work together, this should be easy as pie. Uh-oh! Ho, 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 ho! It's so beautiful! I can't believe my machine created all of this! It's enough to make a grown man cry. Are those chimpanzees? Butter. Look, mosquitoes. Perky. Oh, what's that over there? That's just a tomato. This September. Did you hear something? What is that? Taco Dial Supreme. It's no picnic. Hold on, everyone. Ah, there's a leak in the boat. مع هالمجموعة من الأخبار والتقارير بنوصل المشاهدين لختام حلقة الليلة من شوبز، ملتقينا بجدد بكرة بنفس الموعد. انطرونا.